جميلة الجميلات، نجمة الإغراء والحب والرومانسية، سهير رمزي، 10 أزواج وتلتاشر عام من الاعتزال. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيمي، من فضلكم لايك واشتراك في القناة. سهير رمزي، الأنوثة والجمال، صاحبة الرقم القياسي في عدد الأزواج بعد تحية كاريوكا، وعن عدد أزواجها قالت مش فاكرة، هما كام لازم يكونوا في الحلال. اسمها سهير محمد عبد السلام نوح، اتولدت في 3 مارس 1949 في بورسعيد، بنت الفنانة درية أحمد. الفنانة درية أحمد خبت عن بنتها اسم والدها الحقيقي محمد عبد السلام لمدة 13 سنة، واللي ربى سهير رمزي هو المخرج سيد زيادة زوج والدتها. أول زيجة للفنانة سهير رمزي هو الملحن حلمي بكر، كان عمرها 16 سنة وقت الخطوبة، وتم الزفاف وهي عندها 21 سنة، والانفصال 26 سنة. بالنسبة لوالدتها فنانة، فسهير دخلت الفن في 4 من عمرها في فيلم بشرة خير، لما كان عندها 8 سنوات شاركت في فيلم صحيفة سوابق، ثم مسلسل الضحية سنة 1964، ثم توقفت عن التمثيل واشتغلت مضيفة جوية، كما أنها عملت عارضة أزياء، ثم عادت إلى السينما وكان عندها عمرها 19 عام في فيلم الناس اللي جوه، ثم فيلم ميرامار، ثم أخذت أدوار البطولة في فيلم أشجان، ثم صرصرة فوق النيل، شيء من الحب، حتى لا يطير الدخان، حبيبتي شقية جدا، مين يقدر على عزيزة، بنت اسمها محمود، ممنوع في ليلة الدخلة، رحلة الأيام، وبالوالدي إحسانا، عالم عيال عيال، تحقيق مع مواطنة. كما أنها شاركت في بعض المسرحيات أولاد ريا وسكينة والنحلة والدبور. الأنوثة والجمال سهير رمزي اشتهرت بأدوار الإغراء، وبتقول عن نفسها عملت أدوار فجة، لكن عمري ما شربت سجارة ولا كوباية بيرة، مثلت مشاهد جريئة لكن عمري ما كان ليا في حياة الصخب والسهرات والمهرجانات، ولما بشوف المشاهد دي بزعل وبقول أنا مش بتاعت الكلام ده. سهير رمزي بطلة الإغراء والحب في السبعينات والثمانينات. تزوجت الفنانة سهير رمزي من الزوج الأول حلمي بكر، وكان عمرها 21 سنة، وانفصلت وهي عندها 26 سنة، والخطوبة كانت وهي عندها 16 سنة، واللي راح مع حلمي بكر عشان يطلبها للزواج هو بليغ حمدي، والعصمة كانت في ايد بليغ حلمي بكر. وقت جوازهم جالها فيلم 6 بنات وعريس، واشتغالها في السينما كان هو سبب طلاقها منه. اتجوزت سنة محمد ابراهيم خان، اتجوزت سنة الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز، كما تزوجت رجل الأعمال محمد الملا والفنان محمود قبيل سنة، ورجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي سنة، وتزوجت كذلك فاروق الفيشاوي لمدة عدة أشهر، وتزوجت رجل الأعمال السوري زكريا بكر. ملكة الأنوثة والجمال سهير رمزي تزوجت السوداني والسعودي واليمني والسوري، وعن آخر أزواجها هو رجل الأعمال علاء الشربيني، اتجوزها وهي عندها 58 سنة. اعتزلت الفن سنة 1993 وعادت لي سنة 2006 في مسلسل حبيب الروح. إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، أختكم محتاجة.